لهجن الرئاسة واللي ضمن السيد علي بن يميل الوهيبي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني بتواجد شاهين على المركز الثاني خلال هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن عبيد السبوسي يتولى عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثالث شاهين ياتي على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم بالعرث الحميري يتولى التضمير والعناية والتدخلات ايضا على المركز الثالث في هذه اللحظات. مشاهدين الاعزاء، من مياس المملوك لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتولى عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع هناك يتواجد أيضا شاهين على المركز الرابع خلال هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن حمد بن هيان العامري متابعا بالتضمير. خامسا ياتي شاهين لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يتولى التضمير والعناية. المركز السادس هنا في هذا الانطلاق وفي هذه التحديات المثيرة ياتي حشيم بشعار هجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. وسابعا يتواجد خلال هذه الانطلاقه شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم بالعرطية الحميري، بينما المركز الثامن يتواجد مشكور لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان بمتابعه احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتولى عمليه التضمير والتدريب. وهنا ننتقل مباشره الى المركز العاشر في هذا الانطلاق الرائع والجميل. حملول سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس الينيبي من يتولى عملية تضميره وتدريبه ويقوم أيضا بعنايته. بهذا مشاهدينا الأعزاء تابعنا العشر المراكز المتقدمة لدى انطلاقة هذا الشوط وتحديات هذه الأسماء التي تنطلق بهذا الشوط مع شوط القعدان المحليات الأصايل القيادة والصدارة. المقدمة والمركز الأول هناك يأتي على مقدمة هذا الشوط هملول على المركز الاول المملوك لهجن الرئاسه والظافر علي بن يميل الوهيبي من يتولى عمليه تضميره وتدريبه، بينما المركز الثاني هنا الانطلاق ياتي ايضا بشعار هجن الرئاسه وتحديات ايضا شاهين الذي يحتل المركز الثاني احمد بن مطر بن مايد الخيلي يتولى عمليه التضمير والتدريب. ننتقل مباشره الى المركز الثالث لدى تواجد ايضا مياس على المركز الثالث العايده ملكي لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية من يتولى عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الرابع هناك ياتي شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري وتدخلات مشكور في هذه اللحظات لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتولى عملية تضمير مشكور من يحتل المركز الخامس. ووجود ايضا حشيم بهجن لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي يتولى عملية تضميره وتدريبه. هذا المركز السادس خلال هذه اللحظات. الله تبادل سريع كما تعودنا مع اللقاية وانطلاقة اللقاية ليكون التبادل السريع ما بين المراكز المتقدمة والانطلاق الذي يأتي مع الأمتار الأخير. الله العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول بوجود هملول على مقدمة هذا الشوط. هملول مع المركز الأول المملوك لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي يتولى عملية تضميره وتدريبه. تدخلات مشكور لينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. الله مشكور على المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتولى عملية التضمير والتدريب في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والمثير لدى انطلاقة مشكور من ينطلق مع المقدمة من ينطلق مع الصدارة. هملول ياتي في المركز الثاني لهجن الرئاسة وأيضا الظافر علي بن يميل الوهيبي وتدخلات خطيرة للقاية هنا بانطلاقة مياس 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 لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ومن الجانب الآخر ياتي هناك هملول على المركز الثاني لينتقل ويتدخل بهذا التدخل السريع نحو المركز الثاني لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس الينيبي. وهنا وجود ايضا حشيم على المركز الثالث خلال هذه الانطلاقه المملوك لهجن الشحانيه سلطان بن محمد الوهيبي العملاق قادم ايضا لدى انطلاقه حشيم على المركز الثالث خلال هذه اللحظات. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم.
خالد بن المر بن حلوة من يتولى عملية التضمير والتدريب، ولكن خلاص وصلنا مع الخمسمائة متر الأخيرة. الله مشكور، مشكور على الصدارة، مشكور على المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفاب الصايغ المزروعي، ومن الجانب الآخر هملول 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 ينتقل إلى مقدمة هذا الشوط وينطلق أيضا مع الصدارة لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الإنيبي، ووصول أيضا هنا مياس لسمو الشيخ عبد الله بن راشدان مكتوم، أيضا حمد بن سهيل بن نهيان العامري من لسمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن سيد بن هيال العمري لدى انطلاقة مياس، ولكن هناك هملول هو من يحقق ايضا ناموس هذا الشوط. مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق تهانينا وناموس لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد ال نهيان، تهانينا وناموس للسيد محفوظ بن خميس الينيبي، بينما المركز الثاني تحشيم لهجه النشحانيه مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث كان من نصيب مياس لسمو الشيخ حمداء بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن سهيل بن هيان العامري. رابعا اتى مشاهدينا الاعزاء مشكور لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان، وخامسا كان من نصيب شاهين لسمو الشيخ حمداء بن راشد المكتوم. ما شاء الله تحدي مثير وانطلاق رائع وجميل حتى الامتار الاخيره، ولكن استطاع هملولا يحقق ايضا ناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق الرائع والجميل، ليهدي ايضا ناموس هذا الشوط لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد ال نهيان، وللمضمر محفوظ بن خميس الينيبي بتوقيت زمني 7:33 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما من أتى في المركز الثاني كان حشيم في المركز الثاني لحقن الشحانية بتوقيت زمني 7:33 تسعة أجزاء من الثانية، والمركز الثالث كان مشاهدينا الأعزاء مياس في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر حمد بن سهيل بن هيان، توقيته الزمني 7:43 ثانية وبدون أي أجزاء.